عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لأركان الامتحان، طبعا أنا بأخذ مقتطفات من الكتاب مرسيل الشرح وسؤال القواعد اللي هو صفحة 220. طبعا جزء من القواعد استكمالا لأركان الامتحان، السؤال الثالث هو سؤال القواعد، تحصل عليه على 10 درجات، عبارة عن 11 جملة اختيار من متعدد 3 اختيارات، وعليك أن تختار الإجابة الصحيحة، ويحسب منها 10 جمل فقط. والحصول على الدرجة النهائية في هذا السؤال تجاوب برضو كنت 11 طبعا علشان تضمن الدرجة النهائية. لو جاوبت 10 منهم صح هتاخد 10. يجب مراجعة الجزء الثالث بالكتاب الخاص بشرح القواعد للصفوف الثلاثة، واحنا رجعنا القواعد اللي هي خاصة بالصفوف الثلاثة. يجب قراءة الجملة جيدا أكثر من مرة قبل اختيار الإجابة، والاهتمام بالكلمات التي تأتي قبل وبعد النقط، زي مثلا جملة دي، الجملة سي إلو دي الجملة اللي قبل النقط، هتبني عليها الترجمة وفقا للفيرب اللي موجود اللي هو بعد النقط. خلاص، دي الجملة اللي قبل النقط اللي هي سي إلو جي نقط رنكونتر أوكليب، هي دي اللي بعد النقط بقى، وتبني ترجمتك على بناء على الفيرب. تمام، طيب ماشي. أثناء الترجمة اهتم بالكلمات التي تدل على الأزمنة. إزاي؟ عندك في كلمات تدل على الماضي، ماشي، اهتم بالكلمات التي تدل على الأزمنة، مثل year أمس، dernier الماضي، dernièrement بمعنى مؤخرا، passé بمعنى الماضي، طبعا بيجي قبلها مدة زي لو مو بصي مثلا لا سيمين بصي، اليا ان بو دو توم منذ قليل من الوقت لتدل على مثلا الماضي القريب، الماضي القريب، يبقى كده دي كلمات توحي بالماضي، الماضي، ونعمل فصل كده ضم بيجي وراها مدة. خلاص، الكلمات اللي بتدل على المستقبل بقى زي ضم ان سيمين، دان آموا في خلال شهر، دان تروا جور، دي ما غدا، غدا أبري، أبري دي ما بيجي وراها مدة، أبري زي أبري دي ما مثلا بعد غدا، أبري دو جور بعد يومين بتدل على المستقبل بيجي وراها مدة، بروشينمو عاجلا، يبقى كده المستقبل. لو الحدث في المستقبل تختار بناء على كده. أجردوي اليوم، مانتينو ده الحاضر أو المضارع، تمام، الحاضر أو المضارع. ارجع أو راجع إجابتك أكثر من مرة، رقم 4، راجع إجابتك أكثر من مرة قبل الانتقال للجملة اللي جاية أو التالية. ناخد سؤال كده بيتكرر من 11 جملة، نموذج أهو، نموذج 11 جملة، ما تنسيش صفحة 220 في الكتاب اللي هو ذو العلامة الحمراء من مرسيل الشرق. نيجي نشوف بعد كده السؤال اهوت، خلي بالك معاه بقى في الاختيار والترجمة الدقيقة، الترجمة بتوصلك وتديك ثقة لنفسك لان انت حلل صح او غلط. السؤال شوزي لابون ريبونز، ريبوند ا ديس فراز سيليمو، اجب على 10 جمل فقط. 1، سي إيلون، إنه إيلون، جي نقط، رين كونتر، إنه إيلون، أنا قابلت إيلون، يبقى المحذوف إيلون يبقى ناخد لو. طب لو جاب بداله مثلا فيرب راكونتي، راكونت اللي هو جاي من إيه؟ من راكونتي، راكونت، إنه إيلون أنا حكيت له في النادي عن كذا، يبقى ناخد لويه، خلي بالك. يبقى هنا الإجابة النهائية لو عشان رنكونتر مفعول مباشر.
اني تي في الصيف نمرة 2. اني تي في الصيف درنيه، ان اتي درنيه جي يبقى اذا الامونتون في الصيف الماضي انا ذهبت ماضي. لو قال هنا بدل درنيه بروشان ناخد في الله. لو قال اجردوي او منتنو يبقى هاخد في، ده مضارع ده مستقبل ده ماضي، يبقى انا هاخد الاجابه الثالثه. السؤال الثالث اون مي ايتون، ايتون نقط لي كي دو، ناخد دو دو لان ديت اللي هو البارتيتيف الكميه. ها والانسان او نحن وضعنا ما يساوي من اللبن للماء، يبقى دي الدي لا تضغم. طيب حتى لو اللي دي جت جمع مذكر مؤنث الدي لا تتغير، هي ممكن تبقى دي ابوصرف لو كانت ديت مبدوءه بحرف متحرك، المهم ان هي ما تبقاش جمع. السؤال الرابع تي في تي في انكور دي جاتو، انت تريد لسه جاتو او ايه ما زلت عايز جاتو؟ فقال نو جيني بلي، انا لم اعد جعان، ما عدتش اشعر بالجوع، يبقى بلو عشان انكور، عشان انكور دي. طيب السؤال خمسة جي بروند افيون بور باغي، انا اخذ الطيارة الى باريس، يبقى اذا هنا تاخد الا ابصر. ليه؟ وسيلة المواصلات هنا اذا جه معاه فيرب بروندر او فيرب اتوندر ينتظر، ينتظر ينتظر او فيرب يوتليزي، يوتليزي يستخدم او ايمي او بريفري او ديتستي او ادوري، كل ده يعبر عن وسيله المواصلات بانها تاخذ محدد ارتكل. يبقى هنا ما تاخدش حرف جر، لا تاخد اون ولا بار. طيب السؤال رقم ستة، رقم ستة، تعالى الرقم ستة بيقول نقط تون اوبينون سير لو كيب، يبقى مؤنث ما طبعا رايك في الفريق. طب امتى اختار كل الاولى؟ لو جاب لي كلمه افي راي، افي راي واوبينون راي، تمام، ولكن دي ماسكولا ودي فيمينا. طيب انا خدت كال للمهندس. رقم سبعة جيم، جيم جوي، الحكم على الفيرب الاخير ناخد او باسكت. طب لو فيرب ايمي ام بس، فيرب ايمي ناخد لو، لو فيرب فير سواء الفيرب الثاني او هو لوحده اللي هو يمارس هناخد دو. طيب رقم 8 جولي امار، ها جولي تشعر بالالم، ده عضو من اعضاء جسم الانسان المؤنث، هياخد الا، الا جعم، ها تشعر بالالم في الساق. رقم 9 لافيون اي بلي رابط، المقارنه باسلوب بلي كو، بلي كو ماشي، الطياره تكون أكثر سرعة من القطر. رقم 10 نقط فوفو سانتي، الشعور، السؤال عن الشعور بكومو، كيف أنتم تشعرون يا سيد، كومو فوفو سانتي مسيو. رقم 11 لجاتو، الجاتو ده الجملة اللي قبل النقط بقى، اللي بعد النقط مانجي اون اون، ليه بقى؟ مانجي ده مانجي توحي بايه؟ طبعا بيجي وراها ادوات تجزئه، يبقى المحذوف مانجي دي جاتو مش لي جاتو. لو هنا فيرب ايمين ها كنا خدنا اللي ايه اس، يبقى اذا هناخد اون. طبعا جزء القواعد انتهى، وبفكركم ان انا باخد مختطفات لاكمل مكونات او اجزاء الامتحان. الجزء اللي بعده وهو الايميل، الايميل طبعا هنا هوت هنجيب صفحه في نفس الكتاب صفحه 241.
241. الايميل بيتجاوب ازاي بقى؟ الايميل طبعا نراعي البداية عليها درجة، وهيجي لك ثلاث أسئلة، الثلاث أسئلة كل سؤال بدرجة، يبقى الايه المجموع أربع درجات. يبقى أنا دلوقتي هقوم عامل إيه؟ زي ما أنا بعمل كده، هتبدأ الإيميل بنفس التحية، سالو سالو بونجور بونسوار، زي ما هو جايب. طبعا أجاوب على السؤال واحترم الزمن وأكون جملة كاملة، ما ينفعش أجيب جملة في كلمة. يعني ما يقول لي كيلي سبورتي براتيك ما اقولش لو فوت، لا لازم اقول فعل وفعل مفعول. تي اسيب خانه، اسيب مسافه كده بعد صالوه، التي اتحول لجو، براتيك طبعا الجمله المضارعه اجاوبها عادي، احذف اليو اس واحط او، جي براتيك لو فوت. ماشي، انا بمارس كره القدم. لسكلات ماشي، لو تنس، واجيب واحترم الادوات اللي هتيجي قدام اللعبه عشان براتيك، واعمل نقطه. السؤال الثاني اذا كان في مساحه جاوب او جاوبها تحت. كومونتي تروف سي سبور، كيف انت تجد هذه اللعبه؟ هقول سي سبور هذه اللعبه ها ايه تكون جولي جميله، او ممكن اكتب سامبا سامبا، وممكن اقول بون جيدا جميل. السؤال الثالث او تي تي انتريان، اين انت تتدرب؟ مفيش مساحه، ابدا من اول السطر اقول ها، بيقول لي اين انت تتدرب، حول التي الى جي، التي ده الى جي زي ما انت شايف، جي ام ابوصرف لان فيرب ذو ضمرين، انتريان انا اتدرب ها اتدرب او كلب في النادي، او ممكن اقول بين قوسين كده اهو او جيمناز جيمناز. تمام. طيب انا هختم بقى الايميل بشاو، برضو هقوم كاتب في الاخر في نفس الاتجاه ده اهو شاو، او ابلي ابليس زي ما انت عايز، او اوروفوار زي ما انت عايز. طب ده الايميل الاولاني. طيب نيجي بقى هنا، انا كده فاضل ايه دلوقتي؟ ده الجزء الرابع من الامتحان، وهو طبعا مش عايز نظري. فاضل دي الف، الف من الجزء الرابع، وهو بيسموه البريديكاسيو اللي هو الانتاج، بيحتوي على ايميل وموضوع. بالنسبة للموضوعات لو انا بصيت لها هلاقي الايه الموضوع، يجي يقول لك مثلا ايه اول موضوع، بيقول لك مثلا هيجي يقول لك الموضوع، هناخد الموضوع مثلا اللي هو 14، بيقول لك ايه؟ بيقول الموضوع 14، ناخد نموذج لان موضوعات الرياضه متوقعه جدا. فو براتيكي ان سبور اكستريم، فو اكريفي ا فوتر امي بور لوي ديكرير فوتر جورني سبورتيف، سي ليفي بتصحى، سي انترنت بتتدرب، طبعا ران ترين. يبقى انا اعمل حسابي ان انا هستخدم هذه الكلمات، هستخدم هذه الكلمات في جمل. ابدا الموضوع بتاعي اقول هنا اهو مثلا جيم، انا بحب السبور الرياضه
سبور الالعاب واجيبها جم اكستريم استغل راس السؤال اكستريم الرياضه العنيفه جي براتيك بمارس انا بمارس براتيك لسكلات لي اس كي لات طيب لسكلات جي انا مي لو انا بستيقظ تو مبكرا بور من اجل اللي اذهب على مونتون الى الجبل طيب جبت فيرب سيلفي وعملت منه جملة جيمي انترين انا بتدرب انترين بتدرب تروا فوا ثلاث مرات بار سيمين بار سيمين ثلاث مرات ثلاث مرات في الاسبوع جي رنتر انا برجع على ميزو الى المنزل سيزيور الساعة ست الفو يلزمني وممكن اجيب مين هنا اهو يلزم كاسك كاسك خوذة و ان كورد كورد يعني حبل كورد اي دي جانت وقفازات طبعا انت كده هتلاقي نفسك كتبت الست جمل نحدهم كده واحد جيم سبور اكستريم اتنين جبراتيك لسكلاب انا بمارس لسكلاب ادا اتنين جيميلا جيميليف تو بور اللي المنتون ادا كده اربعة جيمي انترين تروا فار بارسيمين ادا كده اربعة جي رنتر برجع الى البيت الساعة ستة ادا خمسة الفو يلزمني كذا يلزمني كاسك وكورد يبقى كده الست جمل وطبعا ممكن ازود جمله كمان اقول جي براتيك سي سبور افيك ميكوبا او مونفرير خلاص وشكرا طبعا كده الامتحان والمره القادمه هندخل في البوكلت كتاب البوكلت على طول هتلاقيه اللي هو بالعلامه الخضراء ديت هنلاقي طبعا ده كله للبوكلت امتحانات البوكلت هتلاقي الامتحان كله جاهز على بعضه ان شاء الله في الفيديو القادم مع احترامي وتقديري لكم وتقدير الدكتور مصطفى زغلول الذي استوعبني بالتعب ده كله في صفحته اشكره له كل الجزاء وربنا يوفقكم وانا مستعد لاي اسئله لكم مع تحياتي واحترامي لكم شكرا شكرا ميرسي.